مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم بدل المود، الحصة اللي راح تكون فيها تلت فقرات، فقرة الألغاز، الثقافة العامة وحاجة خفيفة. ملا ريحوا معنا باش نشوفوا كيفاش راح تكون الأسئلة والأجوبة تاع النهار اليوم. مساء الخير شاك صافا؟ السلام عليكم، صافا اختي لاباس الحمد لله. الله غير صافا الحمد لله. لاباس الحمد لله. والله غير الحمد لله. والله الحمد لله وانتم صافا. والله الحمد لله. في حصة بدل المود اليوم عندنا الفقرة الأولى الألغاز. نشوفوا اللغز الأول اللي راح تعرف تجاوب عليه. تسلك أنت شوية في الألغاز. شوية مش عارف. دوك نقول لك اللغز الاول واليوم راح يكون بالدارجه ماشي باللغه. قاعد مربع والخير يجيه، الكلام ما يتكلم والخير يعطيه ولا الحق يعطيه. نعاوده لك، قاعد مربع والخير يجيه، الكلام ما يتكلم والحق يعطيه، شكون هذا؟ قاعد مربع ضمير؟ لا لا شنو؟ ضمير؟ لا لا قاعد مربع والخير يجيه، الكلام ما يتكلم، الكلام ما يتكلم الحق يعطيه. هو شيء ما يهدرش وما يتحركش، يعني شيء 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 حاجة جامدة بصح تمد الحق بلا ما تهدر. طابلة، طابلة تجيها الخير، تجيها الماكلة وتمد الخير بصح ما تمدش، ما تديرش الحق، ما تعطيش الحق، هذا يمد الحق. كل واحد يديروا اللحم، كل واحد حقه. شو من حاجة اللي تمد الحق بلا ما تهدر؟ حاجة تمد الحق بلا ما تهدر. يا ربي يا صبري طيق أبك. حاجة تمد، حاجة تمد الحق بلا ما تهدر. حاجة تمد الحق بلا ما تهدر، حاجة تمد الحق بلا ما تهدر. حاجة شيء هادي شغل شيء كي تروح تشري فار إكزوم. أوكي نادي. ثقافة عامة خير يا. العدالة. العدالة وش بي من يرمزوا لها؟ الميزان. العدل. في العدل وش كاين في العدل؟ الحاكم. ماشي الحاكم يهدر، كاين شيء واحد اخر يرمز للعدل وهو ما يهدرش. العدل. العدل هاك قريب او يكوبي لك الكاميرامان. الميزان. صح الميزان، نقولوا الميزان تاع القضيان ولا هو اللي داكو. اوكي اللغز دوزيام يقول طق هنا طق لها، طق شق البحر للهيه. طق هنا طق، تعرف شمعنى طق هنا طق لهيه؟ خطره هنا خطره لهيه. طق هنا طق لهيه، طق شق البحر للهيه. حاجه شغل تضرب كل دقيقه، تقدر تضرب هنا وتقدر تكون مول البحر. زنزله. هي ظاهره ثاني. ظاهره. الشتاء. البحر. الماء. الحوت. الحوت، فلوكة، الموجة، طق هنا طق له، طق شق البحر له، هذه ظاهرة تصرا، هذيك شغل ظاهرة تجي مع الشتا، حرقة، مع الشتا ماشي الحرقة، الموجات، هما يجوا مع الشتا، الفرق باين هذه، يعطيك الصحة، هذه الفرق باينة، الميزان هو على الفرقة باينة. الزنزلة زعما باغ اكزومبل هي ثاني ظاهرة ماشي زنزلة. الموجة نو كي قلتي على البحر، جو سي با ما نكذبش، هو البرق. البرق داكا. في الثقافة العامة السؤال الأول يقول أين تقع دولة الإكوادور؟ أنا عرفتها، أنا الجزائر بس مش نعرفها. وين جاية الجزائر؟ في أفريقيا. والإكوادور وين جاية؟ افريقيا. اسيا. لا لا اكوادور بورتون عاد تفوت عليا بزاف هذه اكوادور. اكوادور كيما تجوز كاع تشوف لي ماتش ابي بريم، تعرف شني ماتش واش من واش من واش من الفريق تكون ما عارفه مع من تلعب، واش من البطوله اللي تشارك فيها لافريك. اكوادور وين جايه؟ نورمالمون اكوادور جايه في امريكا الجنوبيه. الله يرضى عليك. باللي الاولى حتجيبو اكوادور في جنوب امريكا الجنوبيه مع الارجنتين المكسيك. سؤال ثاني يقول ما هي اللغه الرسميه المستعمله في النمسا؟ الاوتريش. يا اللغه الرسميه الله اعلم، عندهم لغتهم خاصه بهم. لا لا ولا انجليزيه نو لونجلي. لا لا انجليزيه. فرنسي. اسبانيولية. خلاص راح تكمل كاع، زيد واحدة تلقاها.
عربية لا لا، حنا نهضر عربية. اسبانيولية فرنسية لا لا. كيسك صافي دير النمسا؟ ها؟ النمسا ما عباش نعمل النمسا. بلاد اسمها النمسا ما تعرفهاش؟ ما نعرفهاش والله ما نعرف. دولة النمسا. هي النمسا الله يبارك دولة. مي اللغة تاعها والله ما على بالي. بون النمسا ما عنديش ثقافة عليها، بصح نورمالمون تهضروا ألمو جرمان. هذا ما عندكش ثقافة وك عرفتها، راك غير تعرف تحت لدوكا. شغل حبسنا عندنا بزاف. ألمانية مالا، ألمانية باسكو هما جيران تاع جيران في الألمان والأوتريش. هي اللغة الألمانية. كانوا بلاد واحد بكري كاع. يعطيك الصحة، هاك الله يبارك في الثقافة العامة. سؤال ثالث يقول من هو العالم الشهير اللي اكتشف قانون الجاذبية؟ نيوتن، حبة تفاحة وطاحت عليه. قانون الجاذبية، أينشتاين. هذاك اللي طاحت له التفاحة. طاحت له التفاحة واسمه؟ راح ليها اسمه قاعد في المخلوق هذا. نسيته؟ نسيته، مو في ندوزو وخلاص هذاك. نيوتن، لا، نيوتن. قانون الجاذبية شو اللي داروا؟ اللي طاحت عليه التفاحة. نيوتن. الله يرضى عليك. الله يسلمك. هاك صافا فيك، هاك خير من الألغاز، بعدك هي الصح كي تعرف الثقافة العامة. داكور، دونك فقرة حاجة خفيفة حنوري لك تصويرة فيها شغل هذه يقولوها بكري، بصح شنو لازم تقولها لي بالزرب، تزرب وانت تقولها لي. باش ما تغلطش لازم. مرقة رقبة. مرقة رقبة بقرتنا. مرقة رقبة برقتنا. عاودة. مرقة رقبة رقبتنا. مرقة رقبة برقرتنا. خير من مرقة رقبة مرقتكم. خطرة مرقة رقبتنا برقتنا من مرقة رقبة بقرتنا خير من مرقة رقبة مرقتكم. خطرة مرقة رقبة بقرتنا من بني قرقب ومرقة رقبة بقرتكم من بني قرقب. مرقة رقبة بقرتنا خير من مرقة رقبتكم مرقبتكم. خطرة مرقة رقبة بقرتنا من بني قرقب ومقرة ومرقة رقبة بقرتكم من بني قرقب. مرقة رقبة بقرتها خير من مرقة رقبة مرقتكم. خطرة مرقة رقبة برقتنا من بني هذاك اسمه هذا مشي كشيء طواميس قدامنا والله يا مرقة رقبة بقرتنا خير من مرقة رقبة مرقتكم. خطرة مرقة رقبة بقرتنا من بني قرقب ومرقة رقبة بقرتكم من بني قرقب. شاطر فيهم بين ثلاثة ألغى الثقافة العامة حاجة خفيفة فلافة. داك حاب تقول كاش إهداء ولا كاش كلمة كيما حبيت. مش هدايا. شوفي حاجة الأولى نهدي تحياتي لفامي غانم مين ما كانوا قاعيتي إن شاء الله أصحاب الباك يجيبوه صوتو أينشتاين لو يقرأ في الدار أو يعرف اسمه بلا ما نقوله وهذا ما كان تخي بيان جي باس تو سالي أما فامي بيان سور إي لي زامي واش نقولكم نقولكم يعطيكم الصحة عجاز هذا يا ربي يعاونكم وصافي بليزي كركم تعاون الناس هكذا بثقافة عامة وربي إن شاء الله يجوز الفوط هذا على خير وإن شاء الله كيما نقولوا ربي إن شاء الله يكون معاه تبون باسكو مخلطة وجا شغل راح يبدا من الزيرو وريح وربي يحفظ البلاد إن شاء الله يا أخو ويشوفوا في الشباب باينة. واش نقول لك إن شاء الله تتسقم حال لي جان تاوعنا هذا ما كان إن شاء الله أنا نسناو في الجزائر الجديدة هذه الجزائر الجديدة ان شاء الله نشوفوا حوايج هكذا يا ما على باليش الشعب الجزائري او يسنى شغل يتسقم حاله العمله ديالنا تطلع ماذا بيا نقولوا كيما البلدان الاخرين هاكي معايا العمله ديالنا تطلع الاقتصاد ديالنا يطلع ما على باليش نقولوا نخلصوا مليح تولي نقولوا كيما يقولوا كيما يقولوا لها واسمو الدخل تاع الفرد والدخل الفردي تاع الفرد يزيد هاكي معايا الانسان يعيش بيان في بلاده علاش يخمم في ليطرونجي علاش يحب يروح لوروب علاش انا بلادنا فيها الخير وربي اعطانا بالخيرات ما احنا لا جيرونس برك ما عرفنا لهاش ما عرفناش نجيرو بلادنا ما عرفناش كيفاش نجيريو البلاد هذه نورمالمون والله العظيم غرب عندنا احنا وش بلدان بزاف ما عندهمش الحمد لله عندنا السياح عندنا شغل نحبوا السياحه عندنا السياحه الخيرات عندنا البترول عندنا الغاز عندنا
وكي تشوف الحال المواطن الجزائري يعاني قدام النايا ما كاين والو ما يقدرش يشري مازال يجري مول الحليب والخبز وكدا سي غراف ولا غير سي غراف ان شاء الله تسقم هذا تسقم حالنا ان شاء الله كاع لي جان كاع كبار وصغار ان شاء الله واش نقول لك انايا هذا ما كان. وهكذا مشاهدينا نكون وصلنا الى نهايه حصتكم بدل المود ان شاء الله تكون بدلت المود ديالكم واستفدتم بعض المعلومات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم واستناونا في حلقه جديده على قناتكم الوطنيه تيفي.